الساعه 5:30. احنا دلوقتي بنعرض مشكله، تمام؟ مشكلتنا مش مشكله واحد، مشكله الكل. احنا ناس دلوقتي حرام، ناس جايبه امتيازات وناس طالعه من ثانوي وناس يعني وصلت لمراحل دلوقتي ان هي خلاص يعني يئست من الدنيا ومن التعليم اللي هنا. حرام اللي بيحصل فينا ده، حرام اللي بيحصل لما انا واحد جايب امتيازات سنه اولى اجي انا الاقي نفسي دلوقتي ضايع خالص، وبص بلاقي النتيجه بسم الله ما شاء الله منجحيني في ماده، اعمل بيها ايه؟ هيشوفوا يعني السنه جاي يعني شايفين هم معانا في نفس السجن، شايفين واحد من سنه ثانيه قاعدين يذاكر وقاعد يطحن في نفسه وما بينامش وفي الاخر ما شايل ماده. يعني طلع من الامتحان مقفل الماده وفي الاخر اطلع شايلها، والتقديرات اللي باقيه برده مش كويسه، مش اللي انا استحقها. ما كنتش بنام وده ما كانش بيستمر ايدي، وكنت بشرح لناس كتير في المواد، وده مش حق ومش حق اصحابي برضو، كتير ناس شايله حاجه هي بتستاهلهاش، الناس طالعه بتقديرات امتياز السنه اللي فاتت وسنه شايلينها بال4 بال5 بال6. ليه كده؟ ليه؟ هو مين اللي بيصحى؟ عايزين نعرف مين اللي بيصحى. بيصحى تظلم، ما فيش تظلم، باب التظلم مكفوت. خايفين ان احنا نفس السنه اللي جايه نفس السنه اللي بعديها اجي الاقي نفسي شايل 7 مواد ومسلسل، هو مسلسل بيتكرر، ما فيش غير ادوار ممثلين بتتشال، ده بيشيل الدور ده وده بيشيل دور، كل واحد بيشيل دور واحد. يا جماعه احنا لنا دور، عايزين نطلع من المكان ده عشان نأدي الدور اللي علينا بره، عشان نوصل للمكان اللي احنا المفروض هنأدي فيها. مش عشان هم عايزين، مش عايزين حد يدخل هندسه بمجازهم يروح يشيل الباقيين وينزل الباقيين وكل 200 او 3 بس اللي ينجح، حرام. ده حق مين ده؟ طلب مني اروح على العميده يوم الخميس، قالوا لهم انا مش هعتمد الشكوى. تيجي ازاي مش هتعمل الشكوى؟ امال نعمل شكوى على السيب بناء على ايه؟ والله العظيم دي فعلا الحقيقه. اقسم بالله، اقسم بالله اللي بتعمله فينا دصور. احنا خايفين حسب الله ونعم الوكيل في كل صالح، خايفين دي تكون اخرتنا. حسب الله ونعم الوكيل في كل صالح. اللي انا اقدر اقوله، ناس بتلعب بقالها سنين في التعليم، خايفين دي تكون اخرتنا. اخرتنا اي واحد يمشي زبال، بالعكس الزبال ده احسن منينا. خايفين دي تكون اخرتنا في الاخر. احنا بيستفونا عشان خاطر ايه؟ هيستفادوا ايه؟ هيستفادوا ايه من اللي هما بيعملوه فينا؟ واللي بيتعب واللي بتخش الناس مركبه محل في المستشفى مش لاقيين حل في حالتها، وناس اعصابها باظت، وناس مش ده حلال ولا حرام؟ ده حلال ولا حرام اللي بيحصل فينا؟ لما انا دلوقتي بكتب امل كل واحد فينا، ناس كان املها عايزه توصل هندسه، وناس كان املها عايزه توصل لمكانه، عايزه توصل لوضع، عايزه تعمل حاجه في البلد. كل واحد عايز يوصل لمكان عشان يعمل حاجه يحقق هدف ليه، يحقق حلم. دلوقتي احنا مش عندنا، انا مش عندي حلم، انا حلمي الوحيد دلوقتي ان انا اطلع من المعهد صافي. عايز شهادتي، اديني شهادتي وامشي بيها.